نعم. ولكن شحال مازال لكم باش تبقاو معنا؟ لغة الكلام كما رأيت على فمي. ولا غنقول كل حاجة وما نساليوش ديرو خجلا. ولولا حب محمد لم أتكلمي، يا مظهر التوحيد حسبي أنني أحد الشداة الهائمين الحومي. أمين. و هاد الناس اللي واقفين في الباب يجلسوا باش يخليوا الريح يدوز عندنا ويدخل عندنا، ياك مازال ما يدخل. تفضلوا. ولا لا، حسبي أنني، ولا خصكم موقف نضالي باش تخرجوا. لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا حب محمد لم أتكلمي، يا مظهر التوحيد حسبي أنني أحد الشداة الهائمين الحومي. ما حيلة الشعراء زاد غناؤهم رغبا لدى هذا الجمال الأعظم، إن الذي سواك في قرآنه حلاك وصفا بالثناء الأعظم، وعلى هدى الأقدار قام محمد. طوعا لأحكام القضاء خطى على الثرى خطو اليتيم المعدم، متجردا من كل جاه ظاهر وبغير جاه الله لم يستعصم، حتى اصطفته خديجة وهي التي عزت على كم من ثري مغرم. صلى عليه الله، صلى عليه الله وهو في حجرها يشكو لها مما يخاف ويحتمي. هات الدثار خديجة. دثري إني أكاد على ذهولي أغتمي، فتضمه وهي ثبات مكرمة وتقول لا تجزع بربك واسلمي، من كان مثلك لا يخاف وغاده
واشربني لو فليا نبي على فمي جلا هادئا الله أمي اقرأ باسم ربك سبحانه راحم قد علم الإنسان ما لم يعلم وتوالت بشرى الهوات بالصلاة على لله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليكم يا أهل